هاي قطع المغناطيس يلي بتتعلق على البراد تعتبر اليوم من أشهر التذكارات يلي بيحملها الشخص معه من بلد زاره، وتستعمل كمان كجادجت بالإعلان والتسويق. تستعمل هالقطع لتعليق الأشياء المهمة على البراد ومساحات تانية بالبيت لحتى يتذكر الشخص باستمرار، وبذات الوقت بتذكره برحلاته ومغامراته. بعض هالقطع ممكن تستعمل لأهداف تعليمية إذا كانت على شكل أرقام أو حروف الأبجدية، وهي موجودة بالسوق من بداية التسعينات. أول براءة اختراع لريفريجيريتور ماجنت حصل عليها ويليام زيمرمان بسانت لوي بميسوري ببداية السبعينات. الاسم غير الرسمي للشخص يلي بيجمع الماجنتس هو ميمو ماجنتست، وألفه أحد الأشخاص الروسيين يلي بيجمع ماجنتس. مين قال إنه الأمريكية لويز جرينفارب تملك أكبر مجموعة من هالقطع؟ وصلت سنة 2013 لأكثر من 35 ألف قطعة. أنا قال بشوفكم بكرة.